من جهتها أكدت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني استعداد الشركة الإيطالية للاستثمار في الجزائر، مرحبة بجميع التسهيلات المقدمة من قبل الجزائر. أعتقد أنها مبادرة مهمة جدا. الحكومة الجزائرية والرئاسة الجزائرية يقومان بعمل رائع أيضا من أجل تسهيل المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نرحب ترحيبا كبيرا بكل مبادرة ترمي إلى تسهيل وتحقيق المزيد من الاستقرار في هذا المجال. هناك العديد من الشركات الإيطالية الجاهزة والتي ترغب في الاستثمار في هذا البلد الهام، مع هذا الشريك الاستراتيجي الهام. بالطبع نحن مسرورون جدا لأن الحكومة تقوم بهذه الخطوات الهامة إلى الأمام، لأن هذا الأمر سيزيد من حجم الاستثمارات من طرف إيطاليا، وأيضا ليس فقط من جانب إيطاليا، من جانب بلدان أخرى.